الإخوان والأخوات أعضاء وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. كيسرني نلتقي بكم في حلقة جديدة، وغادي نتكلموا فيها على كنيسة الشهداء القديسين، وعندنا صور كتبين بعض الأضرار اللي تعرضت لها بعد الزلزال. لكن في البداية فضلا منكم دعموا قناتكم بالاشتراك ووضع لايك. كنيسة الشهداء القديسين تسمت بهذا الاسم تكريما للإخوة الفرنسيسكان الخمسة بيرار، بيير، أوتون، توس أجوتوس وأكورس، واللي توفوا في مراكش في 16 يناير 1220 بالقرب من الموقع ديالها. كتواجد هذه الكنيسة الكاثوليكية في حي جيليز في وسط المدينة أمام مسجد جيليز، وكتعدد التقرب بين زوج من أماكن العبادة معيار حقيقي للتسامح بين الأديان اللي كتميز به بلادنا الحبيبة. تبنت هذه الكنيسة في أيام الحماية الفرنسية وبالضبط 1928، وتفتحت رسميا في عام 1929، وصرف على بنائها المهندس المعماري الفرنسي والمخطط الحضاري هنري بروست، وهي جزء ما كيتجزأش من تراث المدينة الغرة. تتميز الكنيسة كونها واحدة من أجمل الكنائس في مدينة مراكش، كانت فرد بتصميمها الجميل واللي على الطراز العربي المتناسق مع فن الديكور الفرنسي وروعة الفنون الزخرفية والهندسة المعمارية اللي كانت سيدة في عشرينيات القرن الماضي. وما كيميز هذه الكنيسة هو أجواءها المريحة والهدأة، وكتستقبل يوميا العديد من المصلين والزوار اللي كيرغبوا في التعرف على التصميم الداخلي والخارجي للكنيسة الجميلة. أحبائي، حتى نتلقوا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، لكم خالص المحبة والإخاء.